إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر فألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم الأعمال الصالحة في هذا اليوم العظيم الكريم المبارك في يوم عرفة. ويوم عرفة من فضائله أنه اليوم الذي أكمل الله سبحانه وتعالى فيه الدين وأتم علينا النعمة. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: هي أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يعني العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفات ويوم الجمعة، مثل هذا اليوم الذي نحياه الآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب فيه دعواتنا. وأيضا أن يوم عرفة هو يوم عيد لأهل الموقف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر، اللي هو يوم العيد، وأيام التشريق، يعني الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه أهل السنن. وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نزلت، أي قول الله سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم، في يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. أن يوم عرفة هو يوم عيد، ويوم النحر هو يوم عيد، وأيام التشريق هي أيام عيد. وأنه اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. وهو اليوم المشهود في قول الله سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، وهو قول عكرمة والضحاك. وأيضا كما قلنا بأن يوم عرفة هو الوتر الذي أقسم الله عز وجل به في قوله: والشفع والوتر. لأن الله عز وجل حينما أقسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بأي شيء، لكن المسلم لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس: الشفع هو يوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. ومعروف لدى كل مسلم أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنما يستحب لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك صومه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. يعني الذي يحج لا يصوم يوم عرفة، إنما صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج. وأيضا الله سبحانه وتعالى يغفر فيه الذنوب ويعتق فيه رقابنا من النار، ويباهي الملائكة بأهل الموقف، يعني بأهل عرفات. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي به من ملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يعني الذين يقفون بعرفات، ما أراد هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بأهل عرفات عشية عرفة، ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعسا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا فيه، اللهم اغفر لنا معهم يا رب العالمين. وهكذا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل لنا أمثال هذه الأيام لنغتنم فيها الأعمال الصالحة والعبادات
التي تقربنا من الله عز وجل، ومن أهم العبادات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة المباركة نسيكة الأضحية. ولذا ينبغي على المسلم أن يلم بشيء من فضائلها وبشيء من أحكامها. فالأضحية عبادة مستقلة مثل سائر العبادات، فهي كالصلاة والصيام يشترط فيها الفعل بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى، وتشترط فيها النية والإخلاص لله عز وجل، كما يشترط فيها التقييد بالصفة التي وضعها الشارع الإسلامي لهذه العبادة الجليلة المقرونة بالصلاة، في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك أي الذبيحة التي تذبح لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فنجد أن الله سبحانه وتعالى قرن النسك أي الذبيحة بالصلاة، إذا معنى ذلك أنها عبادة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لها شروطها، ولا بد أن تكون هذه الشروط والأحكام واضحة في ذهن المسلم حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، يعني قرن الله سبحانه وتعالى النحر والذبح أيضا بالإيه؟ بالصلاة. فصل لربك وانحر. ومما يؤسف له أن هذا المعنى أي معنى العبادة في الأضحية قد غاب أو ضعف في أذهان كثير من المسلمين، فلا ينظرون إلى الأضحية بهذا المنظار، بل يرون أنها صدقة أو صدقة كسائر الصدقات، وأن المقصود منها الفرح بالعيد أو إطعام الفقراء. والحقيقة أن هذه المعاني اللي هي أن يطعم الفقراء أو أن يفرح بالعيد هي من ثمار وفوائد إقامة عبودية الذبح، عبودية الذبح لله سبحانه وتعالى. فهذه العبودية هي المقصودة لذاتها ابتداء وأصالة، أي أن الذبح لله سبحانه وتعالى هو المقصود في الأضحية، ليس المقصود هو الأكل منها أو الانتفاع بها أو أن توزع من ثمراتها، لكن الأساس هو النسك والذبح لله عز وجل والتقرب إليه بالذبح له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن هنا نقول إنه يشرع للمسلم أن يضحي وإن كان يعلم أنه لن يأكل منها، يشرع المسلم أن يضحي وإن كان يعلم أنه لن يأكل منها لمرض به أو لعادته في عدم أكل اللحم. ربما بعض الناس يقول لك: والله أنا مريض لا أكل اللحم كثيرا، أو أنا لا أكل لحم الخرفان، أو أنا لا أكل هكذا، فيشرع له حتى الأضحية حتى ولو لم يأكل منها، لأن الأضحية عبادة قائمة بذاتها لله سبحانه وتعالى. ويشرع له أيضا أن يضحي وإن علم أنه ليس في حضرته من سيأكل منها. ممكن واحد يقول لك: والله ده أنا أولادي، أنت عارف أولادي ما بيأكلوش غير البسطة والأشياء الإيطالية هكذا في هذه الأيام، لا يأكلون منها، فلمن أذبح؟ الذبح في الأساس كما قلنا هو عبادة وتقرب إلى الله عز وجل بهذه النسيكة وبهذه الأضحية. أيضا من الأسئلة التي تصار بين الآونة والأخرى هو حكم عدم حضور ذبح الأضحية، يعني أنا سأضحي ولكن أنا لن أقوم بذبح الأضحية، سأوكل من يقوم عني بذبحها. فالأفضل أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، فإن لم يستطع أو لم يرد ذلك، ربما بعض الناس لا يريد أن يرى الذبح أمامه أو يرى منظر إراقة الدماء، فإن لم يستطع أو لم يرد ذلك فلا بأس أن يوكل غيره ويشهد ذبحها، فإن لم يستطع أو لم يرد فلا بأس أن يغيب عن حضور ذبحها، فإن التوكيل في ذبح الأضحية جائز بلا خلاف بين العلماء، وحضور ذبحها مستحب وليس واجبا. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه الجليل المغني: وإن ذبحها بيده كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجليه على صفاحهما، ونحر من البدن التي ساقها في حجته 63 بدنة بيده. يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم بنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وآله وسلم، ووكل الباقي. فإن ولذلك يقول العلماء: فإن استناب فيها، يعني أناب فيها من يذبح عنه، جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استناب من نحر باقي بدنه بعد 63، وهذا لا خلاف فيه، ويستحب أن يحضر ذبحها.
وثواب الأضحية إذا كانت تبرعا يتناول كل من نوى فيها ولو لم يحضر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا من الأسئلة التي ينبغي علينا أن نعلمها هو نقل الأضحية خارج بلد المضحي. يعني ربما أنت مقيم هنا تريد أن تضحي في بلدك، أسرتك هناك، زوجتك هناك، أو تريد أن تذبح هناك لأبيك وأمك، أو تريد أن تشتري أضحية لفقراء ومساكين في الصومال ولا في فلسطين ولا في أي دولة من الدول الفقيرة، فما حكم نقل الأضحية خارج بلد المضحي؟ لابد أن نعلم أن من المصالح الكبرى التي عنيت بها الشريعة الإسلامية وكانت أحد مقاصدها العظمى تقديم المصالح والعناية بذوي الحاجات والفقراء من المسلمين. وإن من المصالح المحققة في هذا الباب جواز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر، جواز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر، لا سيما وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنع ذلك ويدفعه، والأصل في ذلك الجواز. فإذا كانت الزكاة وهي واجبة بالإجماع يجوز نقلها من بلد إلى بلد للمصلحة والحاجة، فكيف بالأضحية المستحبة؟ وقد جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء. يعني في عام من الأعوام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه الصحابة أن الذي يذبح الأضحية لا يجوز أن يدخر منها شيئا فوق ثلاثة أيام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي، لا يأتي ثلاثة أيام إلا وقد أكلت أو وزعت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. ادخروا يعني يجوز لكم أن تدخروا من الأضحية. طب العام الماضي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الادخار من الأضحية؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن ذلك العام كان بالناس جهل، يعني كان الناس في فقر ومسغبة وجوع، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها، يعني أردت ألا تدخروا منها وتعينوا إخوانكم من الفقراء والمساكين. فالشارع لما نظر إلى فاقة الناس، يعني فقر الناس، حرم عليهم الادخار فوق ثلاثة أيام. فلما زالت تلك العلة زال النهي، وحينئذ لا نجد حرجا من الفتوى بجواز نقل الأضحية من بلد إلى آخر إذا دعت حاجة المسلمين لذلك. فإن أعدادا كبيرة من المسلمين، كما نعلم أعداد كبيرة من المسلمين، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويعانون مسغبة، أي يعانون جوعا، وقد يموتون جوعا، والحاجة داعية إلى الوقوف معهم وإغاثتهم بالزكوات والصدقات ونقل الأضاحي إلى بلادهم. فإنه لا يتعين في الأضحية مكان بلد المضحي، لا يتعين في الأضحية أن تذبح في نفس بلدك. وحين تفوت سنية الأكل من الأضحية، لأن الأكل من الأضحية سنة كما سنبين، وحين تفوت سنية الأكل من الأضحية فلا تفوت مصلحة إغاثة الفقراء والمساكين من المسلمين وسد حاجتهم. سؤال آخر بالنسبة هل يضحي الإنسان أم يتصدق على قريب له مسكين وفقير ويحتاج مثلا إلى ثمن الأضحية، لا ليضحي، وإنما يحتاج إلى ثمن الأضحية مثلا لكي يتداوى به، لكي يقوم بأمر ما في صحة، يعني يحتاج إلى 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 هذا المال لكي يتداوى به من مرض وليس عنده مال، فهل الواحد يضحي ولا يتصدق بثمن الأضحية على هذا القريب الفقير؟ الأصل أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، هذا هو الأصل. الأصل أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها لما يترتب عليها من القربان إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح والتصدق وإظهار هذه الشعيرة بين الأهل والأولاد وإحيائها في الناس. فإن الأضحية كما قلنا من شعائر الإسلام. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد. يعني مثلا لو أنت هتشتري أضحية ب 300 يورو وهتتصدق ب 500 يورو، لا، تشتري أضحية وتذبحه ب 300 يورو أفضل، حتى ولو هناك زيادة في الصدقة. لماذا؟ لأن الذبح في موضعه أفضل، لأن هذا موطن عبادة من العبادات وموطن شعيرة من الشعائر.
يقول: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا اللي هو جمع هدي يعني، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدماء مقصود، فإنه عبادة، يعني عبادة الذبح لله، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه. نحن نعرف طبعا أن في الحج، الحج يقوم بذبح الهدي، فلو تصدق بثمن الهدي لا يقبل منه، وإنما لابد أن يقوم بذبح الهدي. ولذلك يقول: ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. ولكن إن كان هذا القريب مريضا وحاجته شديدة إلى العلاج والدواء، فإعانته في مرضه والسعي في علاجه أولى من الأضحية، وخاصة إذا اشتد مرضه وتعينت مساعدته ولم يوجد له من أقربائه أو معارفه من يعينه. ولذا روي عن بلال رضي الله عنه قال: لأن أتصدق بثمنها، يعني الأضحية، على يتيم أحب إلي من أن أضحي بها. يعني طالما أنه وجد سبب قوي للتصدق فلا حرج في هذا الأمر. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: والحج، يعني حج التطوع، يعني الحج المرة الثانية والمرة الثالثة كما ذكرت ذلك في الجمعة الماضية، والحج يعني حج التطوع على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة. وأما إن كان له أقارب محاويج، يعني إن كان عنده أقارب محاويج يعني يحتاجون إلى هذا المال، وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل. يعني لما تقارن بين الحج للمرأة اللي هو يسمى حج النافلة، يعني طبعا ده غير حجة الفريضة، لما تقارن ثواب حجة النافلة الحج للمرأة الثانية أو ليس والتصدق بثمن هذا الحج على الفقير الذي يحتاج، وخاصة إذا كان من أقاربك وأرحامك، يقول الإمام ابن تيمية: فإن الصدقة هنا تكون أفضل. إن ده إنسان مريض ولا فقير ولا بعلة، فهنا لابد أن ننظر إلى الرحمة. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا. ويقول: وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعا، يعني لو سنساوي بين الأمرين، إذن يكون الحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية. ثم يقول: وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك. يعني الإنسان لما يضحي أفضل من أن يتصدق، لكن لو وجد داعي للصدقة وداعي قوي فهنا تكون الصدقة أولى. طيب، حكم أكل الأضحية أو ذبيحة الإنسان الذي لا يصلي. فرض الإنسان لا يصلي، أنت لا تراه في المسجد، إنسان لا يصلي وهو الذي يقوم بالذبح ربما فرضا يعني على سبيل المثال، أو الإنسان الذي سيذبح لك لا يصلي، أنت لا تتأكد أنه سيصلي أم لا، فما حكم أكل أضحيته أو ذبيحته؟ لأن هذا السؤال سئلته ولابد من الإجابة عليه. فمع عظم فريضة الصلاة وحرمة تركها أو التكاسل عنها، فإنه عند الكلام عن حكم تاركها وحكم أكل ذبيحته لابد من التفريق بين أمرين. الأمر الأول هو ترك الصلاة جحودا لفرضيتها، والثاني تركها تكاسلا مع الاعتراف بفرضيتها. فمن ترك الصلاة جاحدا لها ظانا أنها لا تنفعه وتركها لن يضره، منكرا لفرضيتها، فهو منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، ويتحمل ما يترتب على ذلك مما يقدره القضاء والحاكم في شأنه. أما من ترك الصلاة تكاسلا مع اعترافه بتقصيره وذنبه فهو مسلم آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب غير كافر أو مرتد. وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف كالأئمة العظام أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد في إحدى روايتيه وغيرهم. ولو أدى تارك الصلاة تكاسلا غير الصلاة من الفرائض برئت ذمته من الفريضة التي أداها وسقطت عنه بالأداء، والقبول بيد الله سبحانه وتعالى، كمن صام ولا يصلي أو من يحج ولا يصلي، وهكذا. وكذا الأمر لو ذبح أو ضحى فلا حرج أن تؤكل ذبيحته ولا إشكال. ويجدر التنبيه إلى أن القول بحل أكل ذبيحة تارك الصلاة وأضحيته لا يعني التهوين من أمر تركها والتكاسل عن أدائها، فترك الصلاة كبيرة عظيمة توعد الله أهلها بشد العقاب،
قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. طيب، حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط، يعني فرضا أنا لن أشتري الأضحية وأقوم بذبحها، وإنما أشتري الصك، اللي هو الإخوة اللي هم عندهم جمعيات بتقوم على رعاية هذه الأمور ورعاية الفقراء والمساكين في بعض الدول الإسلامية. فأنت بتشتري الصك أو بتشتري الرتشفوتة، ربما تشتريها مرة واحدة أو ربما تشتريها بالتقسيط، مثلا أقول لك والله ده ثمنها 300 يورو، فأنت ممكن تدفع 50 في 50 أو 100 في 100 هكذا بالتقسيط. يقول العلماء أن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله سبحانه وتعالى، ولا في حصول الأجر والثواب عليها. وقد ورد في السنة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي. يعني الإنسان لو يستدين يقترض ويضحي، لكن هو يعلم من نفسه القدرة على السداد من بعد، فهذا لا حرج فيه. والصك اللي هو أنك أنت توكل واحد يضحي لك، هذا نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة في ذبح الأضحية وتوزيعها. لكن يجب على من تعطيه هذا الصك أو تعطيه التوكيل في ذبح الأضحية، سواء في أي بلد من البلدان، يجب عليه أن يراعي الشروط الشرعية في الأضحية من سنها وسلامتها من العيوب، وذبحها في وقت الذبح، وتوزيعها على من يستحقها. سواء آخر، في حالة سفر رب الأسر للعمل، هل يضحي في بلد سفري أم يوكل من ينوب عنه ليذبح في بلده الأصلي؟ فرضا أنت هنا وتريد أن تقوم بالذبح في بلد في بلدك، تريد أن تذبح في مصر ولا في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في ألبانيا ولا في كسوف ولا في أي دولة من هذه الدول، أنت موجود في إيطاليا، فهل يجوز لك أنك أنت تضحي في بلدك الأصلي؟ نعم، إذا سافر رب الأسرة للعمل في بلد ما، فله أن يذبح في بلد عمله، يعني البلد اللي هو مقيم فيه، وله أن ينيب من يذبح عنه الأضحية في بلده الأصلي. فذبحه في بلد عمله أو في بلد إقامته النظر فيه لكونه القائم بالسنة والمتصدق ببعضها، والذبح في بلده الأصلي النظر فيه لكون الأضحية عن نفسه وعن أسرته وعن من ينفق عليهم. سؤال أيضا عن حكم أكل جميع الأضحية، يعني فرضا واحد ذبح الأضحية ولم يتصدق بشيء منها، أو واحد آخر ذبح الأضحية وتصدق بها كلها ولم يأكل منها، يعني هل الأكل من الأضحية يعني حتى ولو جزء قليل من الأضحية واجب؟ وهل التصدق بشيء من الأضحية واجب، ولا الإنسان من الممكن أن هو يأكل كل أضحيته ويدخرها ولا يعطي من الفقراء والمساكين منها شيئا؟ دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية وإن قل هذا الشيء، حتى ولو كان قليل، يعني 2 كيلو 3 كيلو ولا أقل، المهم الإنسان يتصدق بجزء من من الأضحية، لأن الله عز وجل قال: فكلوا منها وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالقانع هو الفقير الذي لا يسأل تقنعا، جزاك الله عز وجل أطلق عليه القانع، يعني القانع الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، والمعتر هو الفقير الذي يسأل. فلهؤلاء الفقراء حق في الهدي، وهذا وإن كان واردا في الهدي، إلا أن الهدي والأضحية من باب واحد، وقال صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا، يعني كل وادخر، ولكن أيضا تصدق، فكلوا وادخروا وتصدقوا، رواه الإمام مسلم. والقول بوجوب التصدق بشيء من الأضحية هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح. وأما بالنسبة للأكل من الأضحية ففيه خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أن الأكل منها مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئا يسيرا، واحد يقول لك والله أنا مش باكل لحم كثير أو مش باكل لحم الخروف ولا شيء، يعني ولو شيء يسير، لظهور لظاهر النصوص الشرعية الآمرة بالأكل منها، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا، فلو الإنسان استطاع أن يأكل شيئا يسيرا فلا حرج عليه. طيب، حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، يعني فرضا أنا عندي مولود ولد وأجلت مثلا موضوع العقيقة إلى وقت الأضحية، فهل يجوز أن أجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد أو في ذبيحة واحدة؟
يقول العلماء لا مانع شرعا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سبع واحد من بقرة أو بدن. حتى لو هتشتري بقرة أو عجل ولا شيء يجوز لك أنك أنت يشترك فيه سبعة كما نعلم. فيجوز أنك أنت تجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة طالما الإنسان لا يمتلك ثمن هذا وذاك، بشرط موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية. بشرط موافقة، يعني مثلا ما ينفعش انك انت هتذبح الأضحية قبل العيد بثلاثة أربعة أيام وتقول دي أضحية، لأن الأضحية لا تذبح إلا بعد إلا بعد العيد، وهذا واضح من قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. بشرط أن موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية تقليدا لمن أجاز ذلك من العلماء، وتخفيفا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا ولا يريد أن يقصر في أدائهما. طيب، سؤال أخير، هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟ يعني إنسان ليس معه مال الآن ويريد أن يضحي، يريد أن يقوم بالذبح لله سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن يقترض يأخذ قرض أو يستدين لكي يضحي؟ فمعروف أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها، فقد قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن فعل هذه السنة أثيب، ومن تركها طالما أنه لا يستطيع لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضا حسنا من أجل التضحية ففعله صحيح ويؤجر عليه. هذا أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعض من الأحكام الخاصة بهذا النسك أو بهذه الذبيحة التي تسبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نغتنم هذه العبادة وهذا العمل الصالح في أن ننظر إليه على أنه عبادة، ليس المقصود منها الأكل وأكل اللحم وهذه الأشياء فقط، ده ثمرة من الثمار وفائدة من الفوائد، لكن الأساس فيها كما قلنا هي الذبح لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كما قلنا قرناها بالصلاة في آيتين من القرآن الكريم، قل إن صلاتي ونسكي، نسك والذبح لله سبحانه وتعالى، وفي قول الله فصل لربك وانحر. وعلينا أن نغتنم هذا اليوم في كثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فماذا لو رفعت يديك يوم عرفة وناديت ملء قلبك يا الله، فرأى الله سبحانه وتعالى الصدق في قلبك والانكسار في نفسك والدمعة في عينك، فتعطف سبحانه وتعالى عليك وتحنن وتكرم ونادى ملائكته يا ملائكتي أعطوا لعبدي ما سأل، فلعلها هيئت لتأتيك في عرفة، ولعل الله سبحانه وتعالى يجيبك في هذا اليوم قد أتيت سؤلك، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى قد أتيت سؤلك يا موسى، ولعل جنود الله سبحانه وتعالى سخرت وحاجتك قضيت، لعل عرفت هذا العام نهاية صبرك وبداية جبرك. فيا الله يا الله نسألك في هذا اليوم العظيم المبارك ألا تدع لأحد منا في هذا اليوم وفي هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. ونسألك يا ربنا أن تتقبل صيامنا وأن تتقبل ذبيحتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.